قضية مهمة من قضايا الوطن وهي صناعة النجوم. هي محاولة لردم الفجوة التي حدثت بغياب كثير من المبدعين في الآونة الأخيرة، بل أصبحت بلادنا تشكو من تصحر في الرموز. كان الغياب بسبب الموت أو الهجرة أو الانزواء. وفي هذه القضية التي تعتبر قضية استراتيجية ومحورية، يتنا كوكبة متلألئة ومختصة في هذا المجال. نرحب أولا بالدكتور حديد السراج، الخبير الإعلامي ومدير التلفزيون سابقا. مرحب بك دكتور حديد. مرحب، أهلا وسهلا. وكذلك نرحب بالمطرب الاستثنائي مصطفى السني، المطربين الذين شرفوا السودان في المحافل الخارجية. يا مرحب بك. وكذلك نرحب بالأستاذة النابغة ريهام سليمان عبد التواب التي شرفت السودان على المستوى العلمي والتقني في بلاد ماليزيا. مرحبا بك. وكذلك نرحب بالأستاذة مي إدريس البنا، خبيرة علم النفس التربوي والإرشادي. مرحبا بك، أهلا وسهلا. مرحبا بكم إخوة الضيوف، وأنا سعيد بهذه الحفاوة، بهذا اللقاء الذي أتمنى أن يكون لقاء استثنائيا باستثناء هذا العنوان الشيق والمثير. أعزائي المشاهدين، ما يتعلق بقضية صناعة النجوم هي قضية في غاية الحساسية، وتحتاج إلى تضافر العديد من الجهود على مستويات كثيرة. أول سؤالنا في هذا المضمار لأستاذة مي إدريس البنا، باعتبار التدرج هرمي للحوار في علم النفس التربوي، وباعتبار أن المبدع هو أول نفسيات خاصة وكيمياء نفسية خاصة، يا ريت تحدثينا عن دور البيئة الأسرية في اكتشاف النجم. بسم الله الرحمن الرحيم. بنشكر قناة الخرطوم الفضائية على الاستضافة. بينشأ المبدع في جو أسري متشبع بالصحة النفسية، وده له دور كبير جدا في أنه يتم اكتشافه. لو ما وجود البيئة المناسبة ما حيطلع، لأنه أكيد الجو المتوتر في الأسرة وفيها توتر وقلق أكيد حيأثر في تدني الموهبة عند الشخصية. فالشخصية السوية هي الشخصية اللي بتنشأ معافاة من ناحية نفسية واجتماعية وجسمية ونفسية. أستاذة مي بيقول بيكاسو: أي طفل هو فنان، ولكن كيف نحافظ عليه عندما يكبر؟ يعني يا ريت تفصلي لنا فيما يتعلق برعاية المبدع منذ الصغر وتهيئة الجو المناسب له. الطفل لما ينشأ في جو أسري سوي والأسرة اهتمت بمواهبه، إحنا بنكتشفه طبعا. الطفل هو بطبعه بينمو، وكل مرة بنكتشف فيه مقدرة ربنا هبابيه. فيفترض أنه تكون الأسرة واعية تماما لأنه كيف توجه سلوكه، أو الموهبة الأصلا هي اكتشفتها فيه، وتحاول تنمي قدراته. فما معنى انه ما لازم الطفل يكون نوجهه نحن حاليا؟ نحن عندنا الناس دائما بتمنوا الطفل مثلا يكون دكتور او يكون كده، لكن ابدا، قد يكون الطفل عنده مقدرات ربنا اعطاه له، وهي بعدين بتكون سمة في شخصيته. فإحنا المفروض نكتشف الموهبة وبعد كده نقوم نحاول ننميها له بالتهيئة البيئة المناسبة له في الأسرة وفي المجتمع من حوله وفي المؤسسة التربوية اللي هو بينشأ فيها. يعني أنت من أنصار الحرية في التعامل مع كيمياء نفسية المبدع. وفي هذا المنطلق أوجه سؤالي للدكتور حديد السراج، وهو خبير إعلامي ومدير التلفزيون سابق وأستاذ جامعي في كليات الإعلام، باعتبارك شخصية مخضرمة في مجال الإعلام، والإعلام هو الماعون اللي بيحمل آمال الشعوب وطموحاتها. أنتوا كإعلاميين يعني ملاحظ أنه في العشرين سنة الأخيرة احتمال مشاغل الحياة خلت الناس ما تستذكر الذي حدث. يعني في خلال العشرين سنة الأخيرة يعني غاب عن دنيانا في السودان ما لا يقل عن 150 مبدع في شتى المجالات، في الفن والموسيقى والفكر والدعوة. والناس الآن بتعيش مرحلة بتاع التصحر في الرموز. أنت كرجل إعلامي وخبير إعلامي،
كيف لينا نحاول نخلق جيل جديد من المبدعين عشان نسد به الفجوة اللي حصلت دي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا شكرا للاخ طارق المالح، وهذه القضية التي اثارها في هذا البرنامج هي قضية لا شك مهمة جدا، وتحتاج فعلا الى الحديث والنقاش حولها وتداولها. انا اعتقد ان كل انسان له تكوين نفسي، وهذا من بدايات حياته والظروف المحيطة به. ولا شك كما ذكرت الأستاذة، فالإنسان يتأثر من سنين حياته الأولى بما حوله ومن حوله. والإنسان بطبيعته الطفل يقلد، يرى ما من حوله ماذا يفعلون ماذا يقولون، وهنا تظهر مواهبه في وقت مبكر. ولكن هذه المواهب سواء كان في القول ولا الفعل وهي تظهر، لابد لا تجد من يرعاها من الذين حوله، من الأب والأم، وإذا كان في إخوة وأخوات يكبرونه يكتشفوا في ميله إلى أي مجال في من. وهذا طبعا له تأثير كبير. بالنسبة إذا ذكرنا المواهب طبعا في مجال الفن والأدب والشعر والموسيقى وإلى آخره، بنجد مثلا في الإعلام أنا في تقديري ليكون الإعلامي أو الإعلامية ناجحة في هذا المجال، وهو مجال واسع وكبير جدا، أنا أعتقد أنه كل من نجحوا في مجال الإعلام تأثروا على الأقل كما رأينا وعشنا في السودان، كان لهم تأثر كبير جدا بمن حولهم ومن رأوه. يعني أذكر مثلا بالنسبة لأسرتنا كنا صغارا، وكان عمنا الأكبر أستاذ محمد عبد المجيد السراج، وهو نحن نعتبره أول إعلامي في الأسرة، في أسرة السراج، أسرة السراج حديثا، كان يقدم برنامج ونحن صغار حديث الصباح، هو حديث ديني مع افتتاح، فكان مجرد أنه هو طبعا كان بيتكلم على الهواء، فلما يجي يقدم الحديث بنسرع نحن أطفال عشان نسمع، ولا أقول لك أن نحن كنا نفهم ما يقول، يعني مجرد هو بيتكلم فرح الطفولة، يعني ده كان شد وجذبني جدا إنه نسمع الكلام. كذلك مثلا جانب المسرح، أول مسرح ده كان في منزلنا في أبروف، معلش أنا بقول تجربة عن حاجة شخصية، وكان أخونا ميسر السراج وهو أول صاحب فرقة السودان للتمثيل والموسيقى، ورأيته واقف الرجل الأكبر في فرقة السودان في المسرح، كثير من رواد المسرح رواد الفن أصبحوا كان يرتادوا البيت، نعم، ويشاركون في التمثيليات التي تقدم، ويعني أسماء ظهرت في مجال من خالد أبو الروس، أحمد عاطف، كان يسمى عميد الخشبة، نعم، المسرح، عمالقة المسرح السوداني، وكان عثمان حميدة أنا أذكر لا أنسى أبدا، تولجر عثمان حميدة، وكان قد بدأ مطربا، نعم، قبل أن يمثل الشهير بتولجر، نعم، وظهروا فيها خورشيد وآخرين سير قدور كذا، فكان هذا يشدنا وغيرنا يعني. ففكر مثل هذا الجو لابد انه يحفز يظهر الاطفال يتاثروا. من الشخصيات كانت مهمه جدا ومؤثره الاستاذ شرحبيل احمد،
كان مختصا طبعا الرسام رسومات نعم ويعد او يرسم اللوحات الخلفيات يعني نعم. في المسرح. فاذكر انا كنت يعني هذا ياخذني يعني هذا الرسم والتلوين بكون دائما وانا طفل حتى قبل ان ادخل المدرسه. هذا ادى فيما بعد اني اهتم بهذا الجانب. وسمعنا كثير من يعني من ظهروا في مجال الموسيقى وهكذا. الشاهد انه هذا التكوين الكبير في البدايه نعم وكما ذكر يعني مثل الاستاذه فبيكون يقول لكل انسان تكوين نفسي نعم والتكوين النفسي ده لا ياتي من فراغ نعم. ياتي من الحياه والعاشف بالضبط ويقلد مثلا في مجال الشعر كثير من الشعراء كان حواليه الناس شعراء نعم فيسمعوا الان يا دكتور انت انحست الى فكره البيئه، البيئه هي التي تصنع المبدع منذ الصغر. طيب الان هناك بيئات تختلف يعني ما كل الاطفال السودانيين او الشباب السودانيين حظيوا بهذه البيئه الخلاقه. الان نحن كما ذكرت لك نشكو هذه الفجوه الكبيره ومع انشغال الحياه وايقاع الحياه السريع هذا النزيف في الرموز وفي النجوم الذي نعيشه الان ما هي رؤيتك يعني لاكمال هذه الفجوه؟ انا ذكرت طبعا جانب نعم ولم اذكر الجانب الاخر اللي هي الفن دائما مثلا في مجال الابداع هو قدرات ذاتيه تولد عند الانسان منذ ميلاده، ربنا سبحانه وتعالى خص كل انسان نعم. ولو نظرنا في الحياه عامه انا في تقديري كل شخص فنان يعني ربنا خلقه إنسان سوي هو فنان في مجال ما من مجالات الحياة وده فلسفة الحياة نفسها ولكن كيف يكتشف؟ يكتشف من الذين حواليه بعدين هو نفسه ممكن يكتشف نفسه لا. يعني مثلا في لحظة من لحظاته من اهتمامه في لحظة من اللحظات يشعر أنه والله أنا في حاجة إضافية نعم ويحاوله ويجد لك لكن لابد له من تشجيع في هذه النقطة اكتشاف الذات أنا أوجه سؤال للأخت ريهام وريهام سليمان عبد التواب أنت نجمة وابنة نجم ابنة السفير سليمان عبد التواب وهو رايل شاعر وصحفي وإعلامي وأديب ما عايز نتكلم عن وراثة الإبداع ده جانب ثاني خليه الآن أنت ما شاء الله تبارك الله يعني شرفت السودان في المحافل الخارجية وفي ماليزيا نلت درجة عالمية عليا في منافسة على مستوى عالمي وأصبح اسمك مقترن بالبنت السودانية المتطلعة النابغة العبقرية ما شاء الله يا ريت تحدثينا عن تخصصك أن نلتقي به هذه الجائزة العالمية الكبيرة في ماليزيا أنا أصلا درست في جامعة ليم كوكوينغ University of Creative Technology وهي جامعة عالمية في أصلها في ماليزيا وفي ماليزيا ولندن والصين وفي أفريقيا كمان فأنا سافرت هناك ودرست بزنس آي تي اللي هو دراسة تقنية المعلومات دراسة إدارة الأعمال عن طريق تقنية المعلومات فالحمد لله يعني قريتها في 3 سنين اختصرت سنة وتفوقت وأخذت أورد اللي هي زي شرف كذا يعني درجة الشرف أيوة يا حدثينا عن المنافسة المنافسة كان فيها كم من الأجناس العالمية جامعة ليم كوكوينغ فيها أجناس كمية كتير يعني فيها من كل أنحاء العالم جنسيات مختلفة وكم كان ترتيبك؟ كنت الرابعة ما شاء الله على مستوى الدفعة بتاعتي فالأورد بتاعتي كانت عن أخذت حاجة اسمها President of Leadership اللي هي رئيسة القيادة الحمد لله يعني دي كانت هي الأورد والله ما شاء الله ده طبعا يحسب للرصيد السوداني وللنبوغ السوداني للعغرية السودانية لكن سؤالنا لك أخت ريهام أنت حسب تجربتك أنت الآن بيت سودانية مثلت السودان برا وشرفت وجه السودان بإبداعك وبعطائك الآن عشت في السودان وعشت خارج السودان أيوة في رأيك إنه الشاب السوداني ممكن يتميز يعني هل عنده مقومات التميز ولا الحكاية دي خاصة بأجناس مختلفة تانية؟ لا أي زول ممكن يتميز الشاب السوداني أكيد ممكن يتميز بس إنه يعني في عوامل لازم تكون مساعدة
يعني البيئة المكان اللي بيتعلم فيه والجامعات في الحكومة السودانية وزارة التربية والتعليم والطالب لازم الثلاثة يكونوا يعني مشاركين في الحاجة ده عشان يصلوا لدرجة التميز. يعني أنت من أنصار تكامل الأدوار؟ أيوة لازم. هنقف في حتة تكامل الأدوار وسؤالنا للأستاذ مصطفى السني، أنت أحد سفراء الأغنية السودانية في بلاد الفرنجة في بريطانيا، وليك حضور كبير جدا في مواقع النت في أوساط السودانيين ما شاء الله تبارك الله، أنت أحد نجومنا المتألقة في الخارج، وأنا أول ما استمعت لك ما قلت مصطفى الفنان، قلت مجموعة الفنانين المتحدة مصطفى السني. يا ريت تحدثنا عن صناعة النجومية في بلاد الغرب، وانت عشت هناك فترة طويلة، كيف بيصنعوا النجومية؟ طيب بداية سعيد جدا بالاستضافة استاذ طارق، وبحييكم تحية خاصة وكثر خيرك على كلامك الظريف ده. بالتأكيد في الغرب في اهتمام، في مؤسسات بتهتم اهتمام واضح جدا بالمواهب، يعني مؤسسات وهيئات، وعندهم وجهة نظر معينة بأنه الموهبة ممكن تكون النجم، ممكن يكون مؤسسة كاملة، بيهتموا بالمواهب، بينموها، بيتدخلوا في خصوصياتهم، يعني ممكن لدرجة أنه يأكلوا شنو، يلبسوا شنو، كيف يتعامل مع الجمهور، يتكلموا كيف، لأنه الرأي العام هناك بيكون صعب جدا يعني، فدي ممكن تخصم من رصيد النجم أو ممكن تضيف له نجومية يعني. نعم. لكن هم عارفين في الأخير إنه بيستفيدوا من النجم يعني، لأنه بيرعوه، بيصرفوا عليه، بينموا موكبة، و مهتموا اهتمام كامل به يعني. لكن في الأخير لازم يكون عندهم بيستفيدوا من وراه يعني، فريق أساسية يعني. دول الغرب يعني لو لاحظت أمريكا، كندا، يمكن معظم الدول الأوروبية لازم تكون في مؤسسات ترعى النجم. في واحدين بيطلعوا طبعا يعني من تخدم الظروف، يمكن طبعا هناك برع النجم، ونحن في السودان مرعى نجم الليل. اغنياتنا كلها فيها النجوم وفيها رعاية النجوم. ما هنا عندنا الحشام كده ما في مشاكل يعني. دي الفكرة يعني. فياريت ترعى لنا نجم الليل. طيب انا اقدم عمل من كلام الاستاذ الشاعر من هنا، انا بحييه مي حسن امين من الحاني، هو بعنوان طولت منك انا، وفعلا طولنا يعني فتره طويله. حبيت العود احمد. طمني يا مرتضى
سلم عليك قول لي اشوق مطال والضحكة ردة روح زغروب يوم الفال والضحكة ردة روح زغروب يوم الفال ترقص مشاعري أنا ترقص مشاعري أنا تدي القلب شبال سيدي عليك تاني دكتور حديد السراج. ونحن سؤالنا ليك انك شاهد عصور مختلفة في المؤسسات الإعلامية وقولك حجة إذاعة والتلفزيون فضلا عن الحركة الثقافية. يعني ما ملاحظ انه الإعلام السوداني دايما بيركز في الجانب الشعري والغناء أكثر في النجومية؟ يعني مثلا من تقول نجم السوداني يقول لك يا كفر يا وتر. يعني كثير قليل من السودانيين بيعرف مثلا نجمي في الطب مثلا زي بروفيسور عمر بليل خصوصا الاجيال الاسي، او يعرف مثلا عالم في جانب الفيزياء زي البروفيسور راحل محجوب عبيد مثلا. فانت ما ملاحظ انه المؤسسات السودانيه على مدى 50 سنة واحلانا في مفهوم ان النجوميه شعر وغناء شعر وغناء، يعني كيف نحن نقدر نراهن على مجالات ثانيه في مفهوم النجومية؟ طيب شكرا. بالنسبة لموضوع الشعر، في أول حاجة فن الشعر طبعا ده أول حاجة فيها أسباب كثيرة في تقديري، يعني جعلت فن الشعر ده هو في المرتبة الأولى.
اولا فالنشاة بالنسبه للعنصر العربي بالذات هو ده فن اصيل وهو اثير عند العرب وزمان ومربوط بالاعلام. يعني كنت اقول دائما في ايام اسواق العرب ذو المجاز والعكاظ والمربد وهكذا، فكان الشاعر هو بالضبط يعني نستطيع ان نقول بلغتنا اليوم هو مؤسسة إعلامية، لان الشاعر هو الذي كان يدافع عن بالقول يعني بالكلمة عن قبيلته، هو والفخر والهجاء والحماسة يعني كله عند الشاعر. ولذلك كانت القبيلة لما ينبغ فيها شاعر تحتفل به حفاوة كبيرة، حفاوة باعتبار انه ده شيء مهم جدا بالنسبة لها القبيلة وبالنسبة لعلاقاتها مع القبائل الأخرى. هذا موروث عندنا في البلاد العربية عموما وفي السودان. يعني الآن لو نظرنا تلقى في ودينا احنا يعني مرة يمكن عمل لنا مشكلة، لأنه كل شخص بيفتكر عشان حتى يكون نجما لابد له أن يكون شاعرا، حتى لو كان طبيب أو مهندس أو هو ممكن طبعا عندي ما في غضاضة، لكن لأن المجال النجومي الأساسي إنه كيف يكون شاعر. يعني ممكن يكون هو فعلا نابغة في مكان آخر. المفهوم ده هو صحيح؟ يعني مثلا ليه مثلا الواحد يتوسل بالغناء والشعر عشان يبقى نجم؟ ليه ما ممكن يكون عالم فيزياء يكون نجم في فيزيته مثلا؟ ما هذا صحيح، لكن أنا بقول إنه ده واقعنا. يعني الآن نحن وفي في الإعلام نحن في الإذاعة وفي التلفزيون كان دائما يعني والشعب السوداني كله ده حاجة معروفة عنده، يعني المتعلمين وغير المتعلمين. ما محتاجة لوزن الحكاية دي؟ ده هي مسألة طبعا بتدخلنا في موضوع ثاني بتاع السلوك الحضاري بتاع الإنسان. يعني مؤكد في الحياة بكل ما أنت ذكرت قبل شوية في مجالات أخرى مهمة جدا. وطبعا يا دكتور حديدة ما أعزو أنت شهادتك مجروحة في هذا السؤال، لأنكم أنتم من سدنة اللغة العربية في السودان، آل الصراريج ودجاجكم لا يخطئ التفعيلة. فأنا يعني إجابتك دي ما حاعتمد عليها خالص، أنا حاضع عليها اعتبار العلمي، لكن كونك تعمل لنا وزنة مع جوانب تانية الله أعلم غايته. أنا ما حاز أقاطعك، لكن يعني أنا بفتكر أنه مثلا في مبدعين أسماء اندغمت مع السودان. يعني لما تمشي أي بلد في الخليج أو في أوروبا تقول السودان يقول لك الطيب صالح، لو قلت السودان يقول لك عبد الله الطيب. يعني في ناس أسماء بقت وطن، أسماء اندغمت مع الوطن. يعني تميزنا في جانب الشعر والرواية اللي هو الآداب عموما ما يتعلق بمشتقات اللغة. أنا كنت يعني أأمل أن المؤسسات الإعلامية وأنت من كبار المخططين لها ومن كبار الذين يعني ترأسوا وتسنموها في فترات كثيرة جدا، أنه مثلا من باب التخطيط الاستراتيجي يحصل بالانس يعني أنه بين كل المجالات. أنا مع كلامك ده الناس محتاجين لرصانة اللغة وللأدب وللشعر وللفنون باعتبار أن دي هويتنا نحن كسودانيين باعتبار البعد العروبي. أنا ما حاجيك تاني يعني ما حاجف هنا. برضو بفتكر أنه في سؤال مهم دكتور حديد السراج، يعني أنت وتلاحظ أنك أنت في المنابر الثقافية والآن أنت ما زلت على 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 ثغرة من ثغور اللغة العربية، ما زلت مواصل المنتدى وهذا يحفظ لك، يعني المنتدى الذي أسسه والدكم عليه رحمة الطيب السراج صناجة اللغة العربية في السودان، إلى يومنا هذا لسان العرب وإلى يومنا هذا يوم الجمعة وتتلمز عليك عشرات الناس من الإعلاميين والأدباء. ما ترى أنه الجيل الجديد فيه فلتات كده في جوانب كثيرة مثلا باعتبار صناعة النجوم تقدر تراهن على منه منه؟ وطبعا هنا الواحد ما بيقول ما ممكن طبعا ذكر أسماء محددة، لكن أنا أفتكر نحن عندنا دور كذا. بس أنا كنت بفتكر أنك بين تذكرت قلت الشعر والغناء. نعم، ما هو أساساً الغناء ما في غناء بدون شعر يعني. نعم، فالاثنين الفنين ده مرتبطات مع بعض يعني. نعم، ولكن أجيك برضو للجانب الآخر، نحن الحقيقة السودانيين برز منهم في غير مجال، يعني لما نذكر التجاري الماحي مثلا. نعم، وهذا يعني لابد من ذكره على المستوى مش الوطن العربي، على مستوى العالم يعني. نعم، كان مبرز وفعلا نحن عندنا شخصيات ما بس كلها في مجال الشعر والغناء. نعم، هو ما تميزه. ذكرت مثلا زي الطيب صالح. نعم، الحقيقة هنا كان الطيب صالح برضو
ذهابه إلى لندن وهناك المؤكد وجد يمكن ظروف ما كانت متوفرة في السودان. عبد الله الطيب ظهر أكثر رغم أنه هو مشهور، لكن لما اندماش في خارج السودان وفي نيجيريا وفي المغرب هذا أضاف له زحسيتي. هو يعني رجل عالم الأديب الشأن، ولكن مؤكد ده كان له دور. كثير من زملائنا من يعني ذهبوا مثلا في صوت أمريكا وفي خارج السودان لقوا فرص للنجومية ما لقوها في ناس هنا، برضو ناس مبدعين ومتعزين وظهروا، ولكن الاحتفاء بهم، وطبعا نحن نشكو منها، يعني نحن ما عندنا ناس نجوم في كل مجالات، لكن في أسباب عناصر يعني كثيرة. يعني الآن بتلقي باللائمة للمؤسسات الإعلامية دي يعني ليها في بعض، أنا بفتكر في فترة يعني الستينات السبعينات الثمانينات الإعلام كان عنده دور طيب طبعا أنا أجيك بأكثر تخصيصا. الآن السودان فيه 7 فضائيات، فيه 20 تلفزيون ولائي وإذاعة ولائية، فيه 18 صحيفة، ونحن بيد اتفقنا على أنه الملاحظ أنه في لما عملنا جرد لأسماء المبدعين الكبار الذين فقدناهم بالثلاث أسباب، إما الموت أو الهجرة أو الانزواء، هذه المؤسسات الكثيرة يملأ بشنو؟ يعني الآن نحن في الفجوة دي، أنا لسه مصر على أنه في فجوة، يعني كيف نراهن على جيل جديد نحاول نضخ في شرايين هذه المؤسسات؟ 7 فضائيات. يعني الآن أنا بقول لك شنو السبب، شنو يعني تجد في كثير من المبدعين مكرورين في كل الفضائيات، يعني تفتح غنات كده غنات كده تلقى نفس المبدع والشاعر تلقى لفي في الغنوات كلها، يعني تلقى متجول في كل الفضائيات. هو طبعا ذنبه ما ذنبه، هو بدعوه يعني هو بيجي. انا عايز اقول رهان على الجديد، يعني امتين المؤسسات الإعلامية هي مترددة في رهان على الجديد. والله انا افتكر هو طبعا من في نواحي علمية، يعني التخطيط العمل الإعلامي عندنا في تقديري يعني، وهذا واقع، في كثير من الارتجال طبعا. في ناس كثير هذا كلام يعني لا يسرهم، لكن احنا بنقول الحق. وانت رجل تخطيط اعلام، ما في يعني في عمل كثير من الارتجالية في العمل، يعني نحن مثلا زمان كان كله في خطة منظمة، في لجنة عليا للبرامج، في تخطيط، عندنا دورات إذاعية في كل 4 شهور، يعني في نظام. الآن بحس إنه يعني حتى لما أشاهد أفتكر إنه يعني في شيء يعني ناقص. أنا يمكن محتاج لتدريب أكثر، زي ما يمكن قبل ذكرت لك إنه، ونحن يعني أنا لا ألوم الشباب الموجود الآن، بيبذل طاقة، وكثير منهم تلاميذنا، وأفتكر إنهم في إشراقات، يعني في إشراقات، لكن لازم يكون فرصة يا إخوانا. يعني الحضارة دي ذاتها ما لازم التعامل مع الآخرين، اكتساب خبرات. نحن يعني أساتذتنا، ويمكن نحن لقينا فرص هون طبعا. الأجيال لازم نكون منصفين، يعني يا دكتور حديد، الأجيال دي قاعد تشكي من حاجة، بيقولوا إنه التشبس، إنه في أجيال متشبسة، أو بلغة لغة المدينة بقول لك في كنكشة، يعني تجد إنه واحد مذيع يعني عمل لقاء مع حمد الريح قبل 45 سنة على إنه حمد الريح واعد، إلى الآن نفس هذا المذيع بيعمل حوار مع رجال ربيع على إنها هي واعدة، يعني هو قدم حمد الريح كواعد قبل 45 سنة، وما زال هو يقدم على إنها واعدة. يعني أنت الآن اعترفت إنه عدم تخطيط المؤسسات الإعلامية في مشكلة في حكاية الرهان على الجيل الجديد. أنا حرجع لك تاني دكتور حديد، والمأزق اللي اعترف به أستاذنا الجليل دكتور حديد السراج، وهو خبير إعلامي وقوله حجة فيما ذكر، طلعنا من المأزق ده بلحن أستاذ مصطفى السني. يقعد علي أنا؟ طيب طيب العمل الجاي بعنوان غزالي، وهو كلام صديق الشاعر عز الدين طه، ومن الحان صديقي الموسيقي وليد عبد الحميد. أنا بحييهم طبعا، ديل مغتربين معانا وكذا.
وارد عليه خيرا لمحت فوق الضبيان شفت الغزال حيرا كأنه ما شربا شفت الغزال حيرا كأنه ما شربا كل الخريف عطشا قلبي الرهيف هما قلبي الرهيف هما قلبي الرهيف هما غزالي يا جفال قرب علي تعال غزالي يا جفال قرب علي تعال خليه قول القال انت الوحيد في البال خليه قول القال الوحيد في الباب سارح كمان منجم سارح كمان منجم بنية بتلعم بنية بتلعم بنية بتلعم بنية بتلعم رب العباد يعلم رب العباد يعلم رب العباد يعلم رب العباد يعلم برد علي حكم برد علي حكم ما أجمل الجسمة ما أجمل الجسمة أنا قلبي لك سلم 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 قلبي لك سلم يا دمعي الغلا بالنقاط يا
يا دمعي. سيد ريدي وسيد روحي سيد روحي مشكي لك أنا بجروحي يا دمعي اللي تشدى. سيد ريدي سيد روحي هيا سيد روحي مشكي لك أنا بجروحي أنا يا ما أقول لي تشدى لك يا بقول يا بوليا بالبتو يا بوليا بالبتو يا جليس يا ساكن الزور يا دمعي. بقول يا بوليا بالبتو يا بوليا بالبتو يا جليس يا ساكن الزور يا ما قولني الشدة الفراقك حار يا البعادك حار السير ريدك حار ليل ونهار يا دمعي. حبيبي الفراقك حار بعادك حار السير ريدك أنا ليل ونهار يا دمعي اللي شتت شتت وغلب القاطية يا دمعي. سربلاني سربلاني والحبيب راح خلاني يا دمعي. يا دمعي سربلاني وسربلاني الحبيب راح خلاني أنا يا دمعي ما قلني تشتت وغلب القاط يا شدت غلب اللقاط يا دمعي والله يا دمعي غلب اللقاط يا دمعي اللي تشدت. يا سلام عليك لا فض فوق لا فض فوق يا أخي انت شتت الدمع ونحن بنلمه لك في كوكبة من النجوم ومن هذا الألغ البهي وبهذا الحضور الأنيق وبهذا التجلي المفتن. صراحة نحن سعيدين بك أستاذ مصطفى وبنمشي ونجيك حنعمل الدرب ساساقة ما حنخليك. مرحب بكم. أيوة أستاذة مي وانتو ناس تحليل وعلم نفسي وحاجات جوانية كده بتفتكري انه مثلا في مؤسسات في السودان علمية بتحاول انه تنمي المبدعين وتطورهم او في بوادر ليها حتى لو ما باسم المؤسسة؟ طبعا في الاول ذكرنا انه هو المؤسسة الاولى اللي هي بترعى او بتكتشف الموهوب هي الاسرة. المؤسسة التربوية الثانية هي المدرسة. وأنا فعلاً هي المدرسة عندها دور كبير جداً في لأن الطفل لما ينشأ وينمو في الفترات الأولى وهي الفترة اللي بترسخ فيه أو بتظهر الشخصية يعني تحت الطفل هي المدرسة. المدرسة بيكون فيها دور المعلم دور كبير جداً في اكتشاف موهبة الطفل لأنه هو بينمو أثناء ما هو موجود في المدرسة فبالتالي بتظهر مواهبه بتظهر إبداعاته ومهاراته. أنا من هنا فعلا بحيي وبناشد المدرسة أو المؤسسة التربوية الأولى في السودان فعلا كان لها دور في إنها بدأت في إنها تعمل برنامج للموهوبين. هي مؤسسة الخرطوم للتعليم الخاص
من فترة هي وضعت برنامج في خطتها، هي مدارس القبس طبعا، مؤسسة الخرطوم للتعليم الخاص. حيّة من هذا من هنا بنحييهم، لأن هي المؤسسة الأولى في السودان القامت قبل يمكن 12 سنة عملت برنامج للموهوبين، وبيتم اكتشافهم منهم أطفال في الروضة وبيتابعهم، ومنهم طبعا هسي ناس في الجامعات الفئة دخلت الأولى يعني. فالحمد لله ظهرت الفئة دي، ظهرت هم ناس موهوبين، ولأنهم فعلا تم قاموا برعايتهم فعلا، وبيتم قياس ذكاءات الأطفال اللي هم فعلا بيلاحظوا إنهم هم عندهم موهبة، وطبعا بتكون مقدراتهم العقلية بتفوق 130 درجة. ما شاء الله. ده الطفل الموهوب أو المبدع. في مثال لامع المؤسسات الثانية غير القبس يعني، ولا ظلت والله مؤسسة هي طبعا المؤسسة الرائدة في المجال ده. بعدها طبعا بدأت المدارس، وطبعا وزارة التربية والتعليم بعدها عملت برضو. أنت باعتبارك مختصة، تقييمك شنو للمدارس اللي قامت في هذا المجال؟ والله طبعا إحنا في السودان بنقلد بطريقتنا بنقلد، فظهرت بعد كده تنمية مقدرات الأطفال في عدد من البرامج في يعني في شايفة في خطوات إيجابية في المجال ده؟ في خطوات، أيوة في خطوات. طيب باعتبارك أنك أنت كريمة رجل بارز، سياسي بارز وأديب وترجمان ورجل فنان، الدكتور إدريس البنا، يا ريت بتجربتك الشخصية ورينا كان بدايات الاكتشاف اللي اكتشفها لك الوالد إدريس البنا وأنت في البيت، تلمس مواهبكم كيف؟ إذا كان لك أو لبقية أفراد الأسرة، كيف كان بيتعامل معاه؟ والله طبعاً ربنا يديه العافية الوالد، هو تعامله معانا تعامل بيقولوا راقي يعني وحنون علينا، لكن دائما بيشجعنا. هو طبعا التشجيع له دور، التحفيز بيشجعك الوالد عليه انك انت لو عملت ابسط حاجة بيديك احساس كده كأنك عملت حاجة كبيرة جدا، بيحتفي بها جدا، بيحتفي بها، ممكن يكتب فيك قصيدة ما شاء الله، وبيحسسك بأنك عملت قلبت الدنيا يعني. ونحن حي من هذا المنبر على الأسلوب الذكي في التربية. يعني حتى لو أنت في المطبخ قطعت سلطة وخطيتها في الأكل وقلك يا سلام أنت فنانة. ما شاء الله ما شاء الله. فدي واحدة من الحاجات اللي بتخليك بيخلي الزول يعني يقوم يتجه إنه حتى لو ما عمل حاجة، لكن دي طبعا التحفيز بيخلي حتى في المدارس الطفل لما نحفزه بنديه دفعة لأنه يمشي لقدام. واحدة من الحاجات اللي أنا يعني كنت بصير على إنه، ودي جابتني من الغربة، إنه أولادي يكونوا موجودين في البيت اللي فيه والدي. أنا جيت من الغربة مخصوص عشان أولادي ينشأوا تحته بنفس التربية بنفس المنهج. نعم. اللي كان رباكم بيه. نعم، لأنه فعلا لحد الآن أنا يعني أنا ببغر من والدي، وهو ممكن أصحى 2 صباحا بلقاه بيقرأ في كتاب. ما شاء الله، طبعا ده وفاء تربوي كبير جدا. في ذات السياقة أستاذة ريهام، وانت ما شاء الله تبارك الله يعني زي ما نقول بديتي بالنجومية الخارجية، يعني طبعا دي عتبات فيها غفزة كده وفيها زي ما نقول خوارق علمية، ما شاء الله تبارك الله، ربنا يحفظك. أكيد أكيد يعني الواحد لو رجع لورا الحكاية دي ما جات بين يوم وليلة هذه الغفزة، أكيد في زي ما نقول في خلف الكواليس كان في كثير من المتاتة والمتابعة والرعاية. أيوة. من أستاذنا الجليل سعادة السفير سليمان عبد التواب. نعم. كيف اكتشف مواهبك وقدرتك على المثابرة والتحصيل؟ ممكن ترجع بنا لورا شوية، كان بيعمل معاك كيف وبحفزك كيف؟ يلا بابا، من احنا يعني من احنا صغار وكذا دايما زي ما قالت الأستاذة انه بيشجعنا على الحاجات، بيقضي معانا وقت طويل، يعني بنكون قاعدين وقت طويل في الرياضة في الرسم في حاجات مختلفة يعني، وبنتحدث كثير بتناقش معانا، المناقشة برضو مهمة يعني بتخلي الزول يكتشف برضو روحه يعني ذاته نفسه، فدي حاجة مهمة فعلا انه البيت هو المكان الاساس يعني الزول منه يكتشف روحه انه هو عنده حاجة. فبرضو يعني امي ما قصرت يعني، امي وابوي كذا كانوا دايما معانا. حصل مرة لفتك لي موهبة كده انت كنت ما عارفها في نفسك وفعلا لقيت كلامه صح مثلا؟ أيوة. كان يعني كان مرة قال لي إنه أنا عندي يعني كويسة في الـ communication skills. نعم. عارفة إيش يعني المخاطبة أو كذا. فأيوة الحاجة دي طلعت بجد فعلا، وتأكدت بقى لما طلعت برا يعني لما سافرت ماليزيا، لقيت نفسي إنه أنا بجد يعني بقدر أتعامل مع جنسيات مختلفة كتير، وصاحبت ناس كمية وكذا يعني.
فالحاجة دي كان هون نبهني لأول زول. طيب اعتبارك أنك عشت في ماليزيا 3 سنوات تقريبا، يعني تفتكري أنه الصفة الجميلة عند الماليزيين في صناعة النجوم تتمنى أنها تنتقل من ماليزيا تيجي السودان، شنو لقيتها فيهم شنو؟ في حاجة مميزة شديد في الماليزيين أنهم هم طبعا 3 عراق، هم الماليزيين المسلمين وفي الصينيين وفي الهنود، وسبحان الله الثلاثة يعني الناس دي عايشة مع بعض في سلام، يعني حاجة مدهشة يعني بجد رحلين يعني. فالحاجة دي هي أكثر حاجة لفتت نظري هناك، إنه كيف هم عايشين مع بعض في سلم وبتزاوجوا من بعض وكده يعني. الحاجة دي بجد مهمة يعني إحنا هنا في السودان. يعني أنت يعني بتفتكر أن تجربتهم في السلام الاجتماعي المفروض تنتقل هنا؟ أيوة. وطبعا السودان طبعا هو كان وافر بهذه الصفة، والحاصل اللي في الفترة الأخيرة طبعا حاجات عارضة، إن شاء الله الناس ترجع إلى أصلها للسلام الاجتماعي. وطبعا دي ملاحظة ذكية منك، إن شاء الله الناس تعمل بها. يا أخواننا نحن ما عايزين نتباكى، يعني كأنه نحن ما عندنا قدرة على صناعة النجوم، عندنا قدرة نصنع النجوم، لأنه أساساً الخميرة الأساسية للنجومين في السودان هي موجودة، وفي بعض المؤسسات الإعلامية ما نصدي ما عندها بوادر في هذا السياق. مثلاً شقيقتنا قناة النيل الأزرق في نجوم الغد هي تفرخ في جانب المغنيين، فضائية السودان في جانب الشعر سحر الغوافي، ونحن هنا في فضائية الخرطوم عندنا برامج أنفاس الذي يشجع الشباب، وكثير من البرامج المقترحة التي ستبث في الأيام القادمة. لكن حاولنا بقدر الإمكان أنه في صناعة النجوم في السودان الناس تحاول تردم الفجوة الثقافية. نحن دائما ثقافتنا شفاهية، يعني دائما تركز على الشعر والمنسور، وهذا ليس عيب وليس منقصة، ولكن لردم الفجوة الثقافية لتكامل البعد الثقافي حتى نتحدث بمفهوم تنموي للثقافة في السودان، باعتبار أن الثقافة هي العماد الأصيل الذي يراهن على على تنمية الشعوب وتطورها. أعزائي المشاهدين، في ختام هذه الحلقة في كلمات وجيزة جدا جدا أحب أشكر كل الذين شاركوني في هذه الحلقة، الخبير الإعلامي الكبير دكتور حديد السراج، الأستاذ مصطفى السني، الأستاذ ريهام سليمان عبد التواب، أستاذ مي إدريس البنا. وأنا صراحة سعيد بهذه الحفاوة وبهذا اللقاء، وأنا أعتبر هذه الحلقة هي ذاتها نجمة في سماء الإبداع السوداني، باعتبار أن الموضوع هو موضوع شائك. صناعة النجوم في السودان هو عمل مجتمع وعمل دولة وعمل أمة، وهو منهج حضاري حتى ننهض في شتى المجالات. في هذا السياق أيضا لا ننسى النجوم الاجتماعيين، يعني النجم الاجتماعي ممكن يكون إنسان بسيط، ناظر قبيلة، شيخ طريقة، وبكل مكنون الثقافي والروحي بيكون نجم من ضمن النجوم اللي بنحتفي بها، وهو ليس فرد إنما هو يمثل أو محصل لكل أمثال ونظراء في هذا المجال، شيخنا العارف بالله العبيد والبدر، الذي رمز له بإشارة ذكية خالدة على مر الأزمان الكان ذاك. دمتم في أمان الله، إلى مرفأ قادم. أبوي وينو إيدو عطايا،
أبوي وينو هرواد العماية أبوي وينو الإيدو عطايا أبوي وينو سيد الطحول أبوي وينو إيدو عطايا أبوي وينو مرواد العماية أبوي وينو إيدو عطايا أبوي وينو الشايل العصايا أبوي وينو الإيدو عطايا أبوي وينو البعصر ينايا أبوي وينو إيدو عطايا أبوي وينو كاس العلايا أبوي وينو سيد اليد حلبي يل سيد اليد حلبي سيد الساجر بيدخل سيد الساجر بيدخل نارو توقيت فيول نارو توقيت فيول نارو توقيت فيول نارو توقيت فيول عبدوه بلاد اليدور سموه حصل الرسول سيدي 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 الغراك كاندا سيدي 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 كاندا 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 كاندا